التي يتصدرها حاليا هو المنتخب الاسترالي بعد فوزه في المباراة الأولى على منتخبنا الوطني نهائي كأس آسيا 2023، وبالتالي يحاول أن يصل إلى النقطة 18 عندما يلعب بعد هذه المباراة مع الصين تايبي. ولكن هنا الأردنيين بعقب أحمد ويعاون كل من أيضا محمد يسري من ماليزيا والحكم في قيادة المنتخب النيبالي، ولكن كرة ملعوبة الآن أردنية أولى وتسديدة، ولكن كرة إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب من جانب يزن النعمات، يزن النعمات بالبلجيكي في كأس العالم، ولعب نص متأخر يميل إلى الدفاع. هذا مركز المدرب الذي يقود المنتخب الأردني، لم يحقق كثير من الإنجازات المنتخب الأردني، لكن هو يحاول وأصبح علامة فارقة، وأصبح الفريق يقدم مستويات رائعة على مستوى الآسيوي. وكرة ملعوبة الآن ومحاولة فيتال وبين السيد عبدالله المطيري، ربما يعني واحد تماما. احيانا في فرق تحتاج الى فرق تعادلها القوه اللي لتخرج كل امكانياتها، وبتلعب الجوله القادمه راح يكون في مواجهه المنتخب الاردني. ولحد الان الاردنيين بادائهم في هذه الطريقه ويحاولون ان ياتوا باهدافهم العرضيه، والاردنيين عن طريق هذا الخطا حاول روات تشاند إيقاف اللاعب الأردني موسى سليمان التامري في هذه الطريقة، ولكن ارتكب الخطأ. وكثيرا في الدوري الكويتي مثل عدي الصيفي موجود في قائمة البدلاء، في هذا الهدف، وبالتالي هذا التقدم الأردني الآن في هذه المواجهة أمام المنتخب النيبالي. إذن أول أهداف من ركلة جزاء المنتخب الأردني يأتي الفارغ، وهو الذي تسبب بركلة الجزاء والتي سددها هو اللاعب الدولي الآخر بهاء فيصل، محرز أول أهداف المنتخب الأردني في مواجهة النيزا. وكرة الآن تلعب رمية تماس في نص الملعب، يوجا بيلعب له كرة طويلة، يوجا ولكن برافو تغطية نص الملعب، حافظ على كرته، المساحة الآن موجودة، والكرة الآن هجوم نيبالي، تسديدة على المرمى لكن تسرع فيها كثيرا اللاعب في الكرة نور الروابدة، وكرة اللعبة جت اليمين، انطلاقة لموسى التعمري يبحث عن تمريرة، التعمري يعود إلى الخير الله الآن، الكرة العرضية 6 ياردة في الأرضية، تدخل فيها حارس المرمى اليوم كيران كومار، يتحمل كثيرا من كرة ملعوبة، هجوم أردني آخر، نعمات فيها لنفسه أمام 4 لاعبين، وهنا التسديدة لكن التركيز من كرة الآن، وهجوم محاولة تعمري موسى، جول مرمى الجول، الله يا تعمري، رحب التسديدة الأبرز، محاولة الأبرز الآن، حاول يصطاد الزاوية لكن ما كملت وانتهى على ذلك شوط المباراة الأول. متعبين حقيقة في تشكيلته، كرة لعبت الآن نعمات في نص الملعب، يكسب خطأ لكن هو أبعد من عد تغد علي أبتلي مصلحة المنتخب كيران، وحائط الصد في الكرة الثابتة، المنتخب الأردني بلعبة جهة اليمين، ولكن إعادة لي حقيقة. وأحمد سمير هو البديل في شوط المباراة الثاني بالنسبة للمنتخب الأردني، ثابتة، الله حقيقة كيران بكرة ثابتة، با فيصل بيسجل من كرة ثابتة برت من الحيطة، فيها بها فيها كثير من البها ليسجل ثاني أهدافهم من كرة ثابتة، رائع جدا للأردن. لبخيت في جهة اليسار، ياسين لبخيت لاعب سريع، وكرة اللعبة لا توغل، الله اللعبة كانت رائعة جدا من جانب محمد الدميري. شوط المباراة لو نسخ
نقل الكرة ومحاولاته أسرع عما كانت عليه في شوط المباراة الأول. لذلك الآن هو متقدم في هذه المباراة بهدفين لا شيء المنتخب النيبال. الأردن هدفين وكرة لعبت الآن ركنية عرضية ومحاولة لا زالت موجودة. خير الله إلى ياسين. ياسين بخيت يحاول يمر بخيت وفرصة للتسديدة ولكن كرة بعيدت من الدفاع لكن لا زالت خطورتها موجودة وتمريرة ما أكملت بها فيصل وبالتالي باغت في حارس المرمى ليسجل في ثاني أهدافه. ثاني أهداف المنتخب الأردني. يوجا ليلي أيضا سانتوش لسومان أوريال. سومان أوريال إلى يوجا. يوجا بيلعب ليوجا طويلة. يوجا طويلة على مينيش. هذا بديل في المباراة الثانية. هذا خير الله مع حارس المرمى اشترك واضح بهذه الطريقة. كيران حارس المرمى عاقتم الجانب. نقترب من الربع ساعة الأولى مشاهدينا الأعزاء متابعينا في كل مكان لإحداث هذه اللقاء. هذه فرصة نيبالية كاد أن يقع فيها المدافع الأردني كاد أن يقع في المرمى. يعني حتى الآن هو محقق نتائج إيجابية أمام المنتخب الأردني. فارق كبير من الإمكانيات، فارق كبير في القدرات وفي الأدوات وبالتالي كرة ملعوبة. موسى تامري بيلعبها إلى جاءت أيضا اللاعب الدميري. دميري وكرة لداخل المنطقة وحاولة المرور والبحث هو من الجزاء بهذه الطريقة. يزن النعمات واستخدام اليد من جانب المدافع النيبالي. أيضا قد تشكل إلى حد المصلحة المنتخب الأردني. لعبت في الأمام ولكن تدخل في الوقت المناسب لي. وأيضا لعب بهاء عبد الرحمن تبديل رابع وكرة ملعوبة راسي وجول. المدافع الذي شارك في هذه الكرة في هذه الرأسية يزن العرب. في كرة عرضية ورأسية يسجل ثالث أهدافهم. ثلاثة أصبحت الآن للمنتخب الأردني في مرمى. 22 في الدقيقة 22 من زمن شوط المباراة الثاني. شوف الصناعة العرضية أحسن حداد عملها على رأس اللاعب يزن. العرب صناعة هي من مدافع لمدافع. هو يزن العرب مدافع قلب الدفاع والظهيرين للمنتخب الأردني. وموسى بيلعب لك راضية ورأسية حاول فيها أحمد سمير في اللعبة الماضية. موسى التامري عمل له عرضية وكرة مشتركة وإصابة طويلة. حسن حداد ناحية ياسين بخيت يستلم خارج خلف المدافعين. ياسين بخيت الآن بالعرضية الأرضية بيلعبها جائحة كورونا والتي دام التوقف فيها لأكثر من عام ونصف حقيقة. يعني المباريات الرسمية عادت لهذه المجموعات في هذه الفترة سمير لكن الرقابة وبالتالي كرة مقطوعة نيبالية. الآن محاولة لسونال ولكن استعجل سمير بيلعبها وكرة إلى توغول الدردور. طب بالغ فيها الدردور هذه التصفيات المتجمعة في الكويت وتستضيفها دولة الكويت من 3 إلى 15 يونيو. والنتائج راح الأيسر بالنسبة للمنتخب الأردني. ضاعت فرصة راحت كرة لم تأتي فرصة الرابع ولم تقترب في بعض الأحيان كثيرا فرصة الرابع وبالتالي كرة الياسين هذه بعيدة إلى حد ما عن المرمى وبالتالي تذهب فرصة من الفرصة. المهم أنك تمرر الثانية وبالتالي ياسين الخيط لم ينجح في الثانية ولذلك واحتكاك ملاعب المنتخب النيبالي. بالسلام إن شاء الله لاعب المنتخب النيبالي في هذه الكرة وهذا الاحتكاك. شايف لاعب البديل نوايوغ إصابة نوايوغ باشتراكه مع حارس المرمى تنتهي وبالتالي أيضا المباراة تنتهي بهذه الطريقة من صافرة حكم المباراة الماليزي محمد أمير ليفوز المنتخب الأردني على إلى اللقاء.